الزواج لا يجعل الأفراد أكثر سعادة أو صحة من العزاب غير الراغبين بدخول القفص الذهبي، ولا يحسن الرفاهية على المدى الطويل بحسب ما تزعم دراسة جديدة. لكن هناك تفسير آخر، الزواج ينتقي الأشخاص الأصحاء الذين يتمتعون بمظهر مقبول قادرين على جذب الجنس الآخر والزواج وتكوين أسرة، وبالمثل من يعاني من إصابات أو اضطرابات عقلية وصحة سيئة أقل حظاً في الزواج، فيفسر ذلك أن المتزوجين أكثر سعادة. طبعاً حنناقش الموضوع في فقرة مع وضد. لكن ما سر صمود بعض الزيجات لعدة عقود بنفس الحب وشغف البدايات؟ الأبحاث التي أجريت على العلاقات السعيدة كشفت عن عدة صفات أساسية. أولها الثنائي الناجح يعرفان أحلامهما وأسوأ كوابيسهما. المهم هنا أن العلاقة تكون مساحة آمنة يشارك فيها الزوجان مشاعرهما بأمان. في دراسة أخرى وجدت أن الأزواج المثاليين يعطون شريكهم كامل الانتباه عندما يتحدث معه، يترك الهاتف مثلا ويمنحه كل التركيز. نقطة مهمة أيضا وهي طريقة الصلح بعد الشجار في الزواج الصحي، يأخذ الطرفان وقتا للتفكير ثم يعملان معا لإصلاح الأمر بدلا من تجاهل بعضهما. أيضا تجديد الطاقة والحب في الزواج مثل قضاء يوم بمفردك أو مقابلة الأصدقاء. الخلاصة، الزواج الناجح ليس سعيداً على مدار الساعة وطوال الأسبوع، لكن العلاقات الناضجة تتحدى اختبارات الزمن. من القاهرة ينضم إلينا كل من المخرج عاطف شكري وهو عازب سعيد بعزوبيته، وأيضاً الشاب محمود مصطفى وهو متزوج في سن الصغير ويرى السعادة مع عائلته. أهلاً بكما وسعيدة بوجودكم معنا. يعني هذه الأبحاث وهذه الدراسات اللي بتقول إنه الزواج يسبب التعاسة. أول شيء خليني أبدأ مع العازب الأستاذ شكري، إلى الآن أنت لم تتزوج وتقول إنك أنت سعيد بهذه العزوبية، طب كيف تحكم على الزواج بأنه يسبب التعاسة وأنت لم تخوض هذه التجربة أصلاً؟ الخير. يعني مبدئيا خلينا من ما نقول ان انا سعيد بعزوبيتي، بس انا ما قلتش ان المتزوج تعيس بجوازه، يعني انا ما قلتش ده، بس هناك من المتزوجين اللي هم ممكن يقابلوا مشاكل ويقابلوا ضغوط ويقابلوا عقبات في جوازهم وفي حياتهم الزوجيه. نعم، ما نقدرش ننكر ده، لكن مش تعاسة على العموم، يعني مش على العموم تعاسة، الحياة الزوجية تعيسة. ولكن اللي أقدر أجزم بيه أن أنا أقدر أقول أن العزوبية هي جالبة للسعادة. العزوبية جالبة للسعادة. أنا عن تجربة شخصية. عن تجربة شخصية إلى الآن، ولكن ما جربت الزواج، ما تقدر تحكم، يعني ما نقدر نقول إنه هي الأفضل. ولكن خلينا نروح لشاب متزوج، والأستاذ محمود مصطفى متزوج من سن صغير، وإحنا في الدراسة شفنا إنه الصفات، الشخص اللي يتزوج بيكون له صفات جميلة وشخص قادر وعنده جاذبية عالية ونشيط ويتمتع بالصحة. الآن سؤالي هو، هل الزواج يتصيد هؤلاء الأشخاص ثم يقضي عليهم بعد الزواج؟ أنت جاوبنا يا أستاذ محمود. صباح الخير. صباح الخير. شرف اللي موجود مع حضرتك النهاردة في الحلقة. لا طبعا الزواج ده في كمية السعادة طبعا. يا سلام. ده أنا الحمد لله ربنا أكرمني، اتجوزت في سن صغير، بقى لي 13 سنة دلوقتي متزوج، والحمد لله زوجتي طبعا شريك لي أساسي ورئيسي في حياتي العملية أو الأسرية، هي داعم لي، يعني هي داعم لي على طول في حياتنا. والزواج المبكر ده ليه اسباب كتيره كويسه، يعني منها ان يكون ليكي اطفال يكبروا معاكي ويكون في تقارب بينك وبين بينهم في وجهات النظر والمواكبه في الحياه العصريه، مفيش فرق سن كبير، والتفاهم اهم شيء. يعني ما سر الزواج السعيد؟ التفاهم. نعم. طبعا طبعا التفاهم طبعا ده شيء مهم جدا، واخص كمان لما يكون في داخل اطار،
يعني المشكله اللي تكون بيني وبين زوجتي داخل الاطار، ما تطلعش بره الاطار. يعني دي اهم حاجه، يكون اي خلاف جوه البيت. وزي ما ذكرنا في النصائح انه بيتم حلها بشكل سريع، لكن برايك لماذا يفشل البعض في الزواج ويلوم مؤسسه الزواج بانه الزواج هو مقبره الحب، وانه اذا تزوجت اول البدايات جميله وبعد كده خلاص راح ينتهي الحب وراح يبدا النكد والتعاسه والمسؤوليات اللي بتاخذ منك سعادتك؟ كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ لا بالعكس، لا بالعكس، لا طبعا طبعا، لا لا طبعا بالعكس طبعا، لا الزواج طبعا كميه السعاده هتكون في بيتك داخلي، لان الشريك طبعا هيكون متفاهم معاك، في تفاهم بينك وبين شريكك، ودي اهم نقطه. نعم. اللي هي التفاهم ده هيولد حاجات كتيره حلوه، والله في نجاح في عملك، محمود اديتني كده جرعه تفاؤل في تربيه الاولاد وامل وشيء جميل جدا. وبعدين حرجع مع استاذ عاطف عشان اشوف اذا كان غير رايه واقنعك بالزواج، ولكن خلينا نشوف راي الناس اللي سالناهم في الاردن، هل الزواج والاسره يجعلك اكثر سعاده ام تعاسه؟ العلاقة الأسرية أكيد علاقة يعني مصدر للسعادة، الواحد يشوف أولاده وأهله، هي أقوى رابط يعني في الروابط الإنسانية، فإشي طبيعي تكون يعني مصدر سعادة. سعادة وتعاسة في نفس الوقت، سعادة شريكة حياتي وتعاسة عشان المصاريف. لا طبعا سعادة واستقرار، لما يكون الحياة متكافئة ما بين الزلمة والست أكيد بيبقى سعيد جدا. هو على حسب الاختيار، يعني الواحد لما يكون مختار زوجة صح بيكون سعادة، اختيار غلط من الأول بيكون تعاسة. عجبني الرد، سعادة وتعاسة في نفس الوقت، الناس محتارين يبدو. ولكن خليني أرجع مع العازب الأستاذ عاطف شكري، هل هناك منغصات للسعادة ترى أنه لو حصل، لو تزوجت راح تنتهي هذه السعادة، أو أنه في حرية راح تسلب منك، أو أنه في نكد حيحصل عليك عشان كده أنت متخوف من فكرة الزواج؟ في شيء خايف منه أنه يروح بعد الزواج؟ بصي حضرتك، خلينا نتفق الأول إن الجواز وإقامة حياة أسرية هو ناموس الحياة، ويعني الاستمرار الحياة واستمرار النوع البشري قايم على الجواز وإقامة أسرة وإقامة بيت واستقرار وكده. ولكن تعالي بقى نبص نشوف حاجتين مهمين جدا اللي احنا بنتكلم دلوقتي على السعادة، يعني شكل السعادة للإنسان. نعم. البني آدم، احنا حضرتك لما في التقدمة قلتي انه بينتهي بدخول الأزواج القفص الذهبي، فاحنا مسميين الجواز قفص اساسا، هو بيدخل قفص. نعم. فاحنا بنحلل الحكايه ونقول ده القفص الذهبي، لكن هو في النهايه قفص. تعالي نشوف حاجه تانية في الجواز، يعني في برضه كمصطلح من المصطلحات بيقول لك لو اتنين بيحبوا بعض او عايشين قصه رومانسيه وقصه حب، يقول لك طب الحب ده هينتهي بايه؟ هينتهي بالجواز. اذا الحب بينتهي، يعني مظبوط، يعني الحب بينتهي بالجواز. فدول حاجتين مهمين جدا الموروث الشعبي اتكلم عنهم وخدهم وقالهم، لكن احنا لو دققنا فيهم هنلاقي ان دول حاجتين ممكن يبقوا بيأكدوا نظريتنا اللي بنقولها ان هي السعاده في العزوبيه دي فعلا ممكن تبقى، يعني بشكل العزوبيه ممكن يبقى. نعم. جالب للسعاده. خلينا نرجع للمتزوج محمود، هو اللي راح ياكد لنا هذه المعلومه، هل الحب ينتهي بمجرد الدخول للقفص الذهبي ام تختلف العلاقه وتتطور وتذهب الى الموده والرحمه وقد تكون اكثر عمقا من واهميه من الحب؟ ايش رايك؟ لا طبعا انا اختلف مع الاستاذ عاطف ان الجواز ده بدايه الانطلاق. يا سلام. يعني انا اختار شريك حياتي المناسب، تمام، اللي هو هيقدر يتفاهم معايا، واقدر الحب طبعا هيكون اكتر واكتر يتولد كل يوم، لان هيكون قدامنا تارجت اللي هم هدفنا اولادنا اللي فيه انجاب
وبعد الانجاب زي ما قلت حضرتك في تربيه وتعليم ليهم اساسي اللي احنا نحققه اللي ما حققناهوش في انفسنا نحققه فيهم. اصبح اللي فيه انطلاق، بدل ما اكون محمود لوحده هيبقى محمود وزوجته ومعاه ولدين او طفلين هيحققوا ما هم يتمنوه، هيكون في انتشار، هيخرجوا، هنتحرك معاهم، هيكون معانا فيهم نشاط، هيجدد نشاطنا. الحب اكيد كل يوم بيزيد لي بالالفه والوفاء زي ما حضرتك قلت، وده اهم شيء في الزواج الناجح، اللي هو يكون في ترابط ووفاء والفه بين الاثنين، هو ده هيخليهم في انطلاق في حياتهم الاجتماعيه وحياتهم التربويه لاولادهم وحياتهم العمليه. ده سمات كتيره جدا. ده اسمى شيء هو الزواج، يعني ده اسمى شيء، والحمد لله ان انا اخترت زوجتي كمان، ان هي كمان انا يعني تعرضت يعني ظروف صحيه كده، هي اكتر واحده وقفت جنبية. يعني كلنا كنت انا لوحدي، مين اللي كان هيقف جنبية؟ يعني انا صراحه ما سعيده جدا استاذ محمود على جرعه الحب والتفاؤل والامل اللي اديتنا وهي، ولعل وعسى ضيفنا العازب عاطف شكري يغير رايه ويخوض هذه التجربه باختيار الشخص المناسب. تشرفت بالحديث معكما، شكرا لكما هذا الصباح.